مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء. نقول إيه؟ هل لهلالك شهر مبارك؟ كل سنة بنستناه ونستقبله بالدموع ونودعه بالدموع. شهر كريم ليه روحانيات جميلة وعادات وتقاليد أجمل، خاصة جدا بمصر الحبيبة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور عوض سعد محمود، مدرس بقسم التاريخ والحضارة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك معنا دكتور عوض، كل عام وأنتم بخير، وحضرتك بالصحة والسلامة، وكل شعب مصر بصحة وسلامة وخير، ويدوم الفعل والسلوك الطيب والروحانيات الجميلة مش بس في الشهر الكريم ولكن في شهور السنة كلها. أكيد طبعا. دكتور عوض، لشهر رمضان زي ما قلنا روحانيات، وكمان عادات وتقاليد خاصة جدا. الروحانيات ممكن نعممها على الشعوب الإسلامية كلها، ولكن العادات والتقاليد الخاصة جدا مع شهر رمضان مرتبطة جدا بالشعب المصري وليها محبة وليها تعظيم جميل في نفوسنا وقلوبنا. لو اتكلمنا عن شهر رمضان، هنرجع لورا شوية، اسمح لي يا دكتور عوض، ونشوف المراحل اللي مر بيها شهر رمضان روحانيا وكمان العادات والتقاليد الخاصة بيه. لو حبينا نبدأ منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد الصلاة وأزكى السلام. وأغتنم هذه الفرصة ونهني أنفسنا ونهني الشعب المصري كله بشهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك طيب. هذا الشهر الذي ذكره الله بالاسم في القرآن الكريم، يعني الشهر الوحيد الذي ذكره الله بالاسم في القرآن الكريم هو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن طالما أن الله ذكره بالاسم في القرآن الكريم فله قدسية وله مكانة عظيمة عند الله وعند المسلمين. في الواقع أن الصيام شهر رمضان يعني الصيام موجود قبل الإسلام وموجود في الأمم السابقة على الإسلام، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ستجد أن الصيام شهر رمضان أو الصيام كان موجود في جميع الديانات السماوية وحتى الديانات غير السماوية. ستجد مثلا أن اليهودية فيها صيام، وأن النصرانية فيها صيام، وحتى البوذية فيها صيام، بس كل شعب أو كل أمة الصيام بتاعها بيختلف، عن طريقة الصيام بتختلف عن الصيام اللي احنا بنصومه حاليا اللي هو 29 يوم او 30 يوم او الامساك عن كذا وكذا. احنا عندنا في الاسلام المسلمين ما صاموش الاول، يعني احنا عندنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انقسمت ثلاث اقسام: 40 سنة و13 و10. 40 سنة سيدنا النبي الأربعين سنة دولت عاشهم قبل البعثة في العصر الجاهلي. 13 سنة بنسميهم العهد المكي، عاشهم منذ ظهور الإسلام وحتى الهجرة من مكة إلى المدينة. العشر سنين اللي هو الرسول عاشهم في المدينة المنورة. شهر رمضان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. قد يسأل سائل: كيف كان يصوم المسلمون قبل فرض شهر رمضان؟ نعم. احنا عندنا سيدنا النبي المسلمين عاش 13 سنه في مكه، واحنا بنقول ان شهر رمضان فرض سنه 2 هجريه، يبقى احنا عندنا كام سنه؟ 15 سنة. كيف كان يصوم المسلمون؟ المسلمون كانوا يصومون في مكه على سبيل المثال ال 13 سنه كانوا بيصوموا من كل شهر 3 ايام اللي احنا بنسميهم دلوقتي الايام البيض. نعم. وسميت بالأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي. جزاكم الله خيرا. اللي هي ثلاث أيام اللي هم الثلاثتاشر والأربعتاشر والخمستاشر من كل شهر عربي. وسميت بالأيام البيض لأن القمر بيبقى فيهم يعني خلاص بيكتمل فيهم وبيصل إلى مرحلة البدر. فكان سيدنا النبي والمسلمون بيصوموا الثلاث أيام دول في مكة 13 سنة. أما الرسول هاجر من مكة للمدينة وجد هناك حاجة اسمها اليهود. اليهود لقاهم بيصوموا يوم هناك اسمه يوم عاشوراء. فالرسول سأل الناس دي بتصوم ليه اليوم دوت؟
فقالوا دول ده اليوم الذي نجى فيه الله نجى فيه موسى من فرعون وملئه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن أحق بموسى نحن أحق بموسى منكم. وأمر المسلمون أن يصوموا، وفعلا المسلمين كانوا بيصوموا يوم عاشوراء لمدة سنتين. في السنة الثانية من الهجرة بقى نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى كلمة كتب معناها فرض، اللغة العربية معنى كتب ما فيش وضع للاختيار، لا فرض يعني. وحتى الصيام هو ركن أساسي من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام. الرسول ساب يوم عاشوراء مستحب، صيامه مستحب لمن أراد أن يصومه، ولكن الأساس عندنا أصبح صيام شهر رمضان. الحقيقة المسلمين كانوا بيحتفوا بشهر رمضان طول العام، ودي كانت حاجة غريبة يعني. يعني أيام الرسول والصحابة تتخيلي أن المسلمين كانوا بينتظروا قدوم رمضان قبلها بست شهور، يعني قبل الصيام ما يجي بست شهور كانوا بينتظروا شهر رمضان بفرغ الصبر. وما يصوموا شهر رمضان ويحتفلوا بعيد الفطر كانوا يظلوا ست شهور تانيين يدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامه. عشان كده هتبص لقى ان الصحابه بتبص لقى ان الصيام دايما في عقولهم طول العام. نعم. شهر رمضان بالذات كان له قدسيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي اصحابه بمجموعه من الروحانيات اللي حضرتك بتقول عليها خاصه بشهر رمضان. جميل. يعني احنا عندنا مجموعه من النيات يا ريت الناس يعني في رمضان تعملها، تستحضرها قبل الشهر ومعه، يعني قبل الشهر ومع الشهر. نعم. يعني مثلا على الانسان ان يبدا بتوبه صحيحه مع الله سبحانه وتعالى، لان هو يفتح صفحه جديده مع الله، لان هو داخل شهر. جميل. الشهر ده لا يتكرر الا كل 11 كل 11 شهر لمن اطال الله في عمره، لمن اطاله. وممكن فيها ما في ناس احنا بنبقوا معانا وما بيحضروش غير رمضان اللي موجود دلوقتي. فالانسان لازم ان هو اول خطوه يعملها يبدا صفحه جديده مع الله بالاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. جميل. وبعدين ينوي بقى ان هو القران. نعم. لانه هو شهر القران. نعم. انزل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. يعني تخيل ان واحد دخل شهر رمضان وما كانش محدد لنفسه ورد كل يوم ان هو يقراه، ان شاء الله حتى خمس ايات. ايه المانع ان انا اخصص لنفسي كل يوم خمس ست عشر ايات 15 ايات اقعد اقراهم كل يوم؟ ده اللي بيقرا حرف من القران الكريم له اجر. لا يعني سيدنا النبي قال ان كل حرف في القران الكريم له اجر، والله يضاعف لمن يشاء. لا اقول الف لام ميم حرف على بعضها، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ايضا لازم صلاه التراويح، يعني برضو الروحانيات اللي بتخش معانا. انا مش عارف، انا بستغرب ان في ناس تفضل التلفزيون، يعني مشاهده التلفزيون بما فيه. احنا لا نقدح في التلفزيون، ولكن يعني الصح ان احنا ناجل التلفزيون شويه وندي فرصه ان احنا نروح عن نفسنا. جميل. بالروحانيات ونصلي صلاه التراويح اللي هي بتدي منظر جميل جدا وليها اجر ثواب عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا. الصدقه، صدقة رمضان دي مهمة جدا. حتى ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل الصدقة صدقة رمضان. وعامة الصدقة وكل الحاجات دي الأعمال في رمضان بتبقى مضاعفة. يعني حضرتك لو عملت حاجة في رمضان ما بتاخدش عليها حسنة واحدة، لا ده أنت بتاخدي يعني بتضاعف الحسنات والأجر في أي حاجة. حتى النوافل اللي احنا بنعملها في رمضان يضاعف أجرها في رمضان، بتضاعف أجرها في رمضان. أنا شايف إن رمضان حصالة في الاخر كده. شايف ان رمضان عامل زي الحصاله. جميل. انا بحوش في الحصاله ديت ما يكفيني في ال11 شهر اللي جايين. يبقى عرفنا بقى ليه المسلمين في بدايه الاسلام كانوا بيتحمسوا جدا لشهر رمضان. نعم. لانه زي ما حضرتك قلت مش بس روحانيات وغسيل للنفس ويجعل يرقى بالنفس. نعم. بعيدا عن الماديات وعن الرغبات والشهوات، ولكن كمان بيجعل لنا مخزون كبير جدا من الحوافز اللي ربنا سبحانه وتعالى خصص بيها أو خص بيها شهر رمضان. نعم. حوافز من الثواب والحسنات والأجر في الدنيا وفي الآخرة، وتهذيب الأخلاق. جميل. وتهذيب الأخلاق. فالحماسة لاستقباله مش أكيد أسبابها زي ما حضرتك أوردتها مش بس روحانيات، ولكن أجر ثابت عند ربنا سبحانه وتعالى.
متقبل بإذن يا الله رب. إن شاء الله متقبل بإذن الله. إن شاء الله. اتكلمنا عن رمضان في العصر الإسلامي الأول. نعم. لو تقدمنا قليلا وقلنا عصر ما قبل الدولة الإسلامية الأولى، ما بعد الدولة الإسلامية الأولى، العصور اللاحقة، نبدأ بمين؟ والله يعني أنا شايف أن لو خشينا على مصر مثلا، لأن طبعا بلدنا الحبيبة لها خصوصية في شهر رمضان بالذات يعني. ولو أن الروحانيات بتبقى تقريبا في الدول العربية كلها واحدة، ولكن مصر بالذات يعني من أيام الفاطميين كان لها رونق خاص في رمضان. إذا سنتناول في الكلام العصر الفاطمي، والفاطميين يعني شخصيات محببة ومقربة للمصريين، لأنهم مرتبطين بعادات وتقاليد جميلة بدأت في رمضان. هو المصريين ما كانوش بيحبوهم يعني كأشخاص إلى حد ما، ولكن يعني كعادات وتقاليد. نعم. لأن الفاطميين أصلا يعني هم تسمية الفاطميين خطأ. نعم. هم اسمهم عبيديين. عبيديين. نسبة لواحد اسمه عبيد الله، وده كان شيعي. نعم. وهم أصلا العقيدة بتاعتهم شيعية. نعم. وهم الدولة الفاطمية أصلا المصريين خدوا المظاهر وبعد ابتعدوا عن الجوهر. نعم. اللي يبعد قليلا أو كثيرا عن السنة المشرفة، يعني مع ملاحظة أن الفاطميين حاولوا إجبار الشعب المصري على اعتناق التشيع. نعم. ودي ميزة في الشعب المصري قلما تجدها في أي شعب من شعوب العالم. إن الشيعة الفاطميين حاولوا يضغطوا عليه بشتى الطرق أن هم يحولوا العقيدة بتاعته، ولكنهم فشلوا. أي احتلال جه لمصر هنا حاول إن هو يبرمج المصريين على حاجة غير اللي هم عايزينها. نعم. ما قدروش. الفاطميين أصلهم كانوا في المغرب، كان في دولة هناك اسمها دولة الأدارسة. نعم. ودي كانت شيعية كانت موجودة، وكانوا ما اسمهمش هناك الدولة الفاطمية، كان اسمهم الدولة العبيدية. نعم. نسبة لعبيد الله، ده كان واحد من الأئمة الشيعة. وفي مصر هنا كان مصر كان بينتبه حالة ضعف شديد جدا أيام الإخشديين، لدرجة أن هو آخر واحد من الإخشديين طلبوا من هم ييجوا يفرضوا حمايتهم على مصر. ما هو دايما كل عصر بتبص لي ناس كده خونة، هي تبص لهم إيه، يروح يجيب لك الاحتلال ويجيبه لك ويحطه لك في البلد. طبعا جه جوهر الصقل دخل بالجيش بتاعته مصر هنا، وسموا نفسهم بالفاطميين في زعمهم ان هم بينسبوا الى ابناء فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم في الاصل هم شيعة عبيديين. حكايه فاطميين ديت عشان بس هم يعني هم عارفين ان المصريين بيبقوا ميالين لآل البيت. نعم. فهم دايما كانوا بيتقلبوا، عشان المصريين اصلا ناس عندهم عاطفه لآل البيت، فهم كانوا بيسموا نفسهم فاطميين. نعم. هنا في مصر. جميل. ولكن هم الفاطميين الحقيقه كانوا بيعتبروا شهر رمضان ده عيد، مش يوم عيد الفطر فقط. يعني الفاطميون كانوا يعتبرون شهر رمضان كله عيد، ال 30 يوم. نعم. او ال 29 يوم كانوا بيعتبروه عيد. وبلغ من اهتمام الفاطميين بشهر رمضان، ودي حاجه غريبه جدا، ان هم عملوا وزاره اسمها وزاره رمضان، ووزير اسمه وزير رمضان، يعني وزير مختص بشهر رمضان. جميل. بحيث ان هو، ودي كانت حاجه غريبه في التاريخ، ان هم يخصصوا وزاره من الوزارات زي وزاره كذا والداخليه والخارجيه ومش عارف والشرطه مش عارف ايه، عملوا وزير مختص لشهر رمضان. ده لانهم شعروا باهميه الشهر، ولا عند المصريين، ولا حبا منهم في شهر رمضان؟ لا، هم احتفاء بشهر رمضان. جميل. طبعا جميل. هم ذات نفسهم هم الشيعة مسلمين. نعم. هم الشيعة مش يعني هم الشيعة في الاخر هم ناس مسلمين. نعم. ولكن احنا بيختلفوا معنا في العقيده. عملوا وزير خاص بشؤون رمضان، وعملوا دار اسمها دار الفطره. تخيل يعني دار الفطره ديت كانت تخصص نفسها ان هي تعمل اليميش بتاع رمضان والمشروبات والقطائف والكنافة وما لذ وطاب، وكانوا يقدموها للشعب كده مجانا. اي حد عايز يروح دار الفطرة دي، وكانت لها فروع. نعم. يعني كان لها فروع، الصواني كانت تطلع من الفرن، كانت والغريبة والكعك والحاجات اللي زي دي هم اللي عملنا. نعم. هم اللي جابوا الحاجات دي. نعم. وعملوها بحيث ان هم كانوا يميزوا شهر رمضان بدار الفطرة دي. حتى احنا زمان في الارياف يقول لك ايه، احنا عايزين نعمل سنة العيد او فطرة العيد. ايه هي الفطرة دي اللي هي الكعك والبسكويت ومش عارف ايه؟ دي اصلا جايه لنا من ايام الفاطميين. جميل. فهم كانوا عايزين يعملوا بهجه كده امام الناس بشهر، وكانوا بحسسوا الناس بشهر. نعم. بشهر بكثره رمضان خيراته، يعني يشعروا الناس بكثره خيرات شهر وكان رمضان. الخلفاء الفاطميين ذات نفسهم كانوا بيهتموا بشهر رمضان بنفسهم.
تسمعي انت عن واحد اسمه الحاكم بامر الله؟ طبعا كلنا. هو يعني هو يعني مؤرخين جابوا ان هو دماغه ضارب شويه. نعم. عفوا يعني. نعم. على الرغم من كده ان الراجل ده كان مهتم جدا بشهر رمضان، يعني انا لقطت له شويه حاجات كده، يعني كان بيخصص 27 قنديل او يعني لمبه كده حلوه كده. نعم. تعلق في جامع الازهر في شهر رمضان فقط، يعني هي خاصه بشهر رمضان. نعم. يقضي بها شهر رمضان، يصلي عليها صلاه التراويح، ثم تعاد مكانها تاني، ما فيش حد يلمسها الا رمضان الايه اللي جاي، شهر رمضان فقط، بحيث ان هو يعمل البهجه. أهل. والفرحه بين الناس. جميل. كان في عندهم يوم الرؤيه ده وتيسيرا لاداء صلاه التراويح. التراويح. نعم. لاصل قصه الـ ان هو يخصص حاجه كده لشهر رمضان. وتاتي من الخليفه نفسه. هو كان بيسمي نفسه خليفه يعني. نعم. او من الحاكم نفسه. نعم. ده في حد ذاته بيدي انطباع للرعيه او للشعب ان الشهر ده شهر فضيل. نعم. والاجيال اللي بتطلع تسال طب ليه الناس بتعمل الحاجات ديت. يقول له ابوي يقول له شهر رمضان. طب ايه هو شهر رمضان؟ ده ركن اساس عندنا في الاسلام. مين اللي قال كده؟ اللي قال كده النبي بتاعنا. مين هو النبي؟ يبدا بقى الصبية او الاطفال يبداوا يتعلموا. يعني المظاهر دي والعادات دي بتستغل للتوثيق للجانب الديني والروحاني لشهر رمضان. لشهر رمضان. هي ارتبطت بشهر رمضان. جميل. يعني اليميش والحاجات ديت كلها ارتبطت بشهر رمضان. وليله الرؤية عندهم كانت حاجه يعني كانت منظر مهيب. لو حضرتك ترجع لكتب المصادر هتبص تلاقي ان ليله الرؤية دي كانت حكايه. تصوري ان كان بيقوم بالرؤيه ذات نفسه، الحاكم ذات نفسه هو اللي كان بيتحرى رؤيه هلال رمضان، يعني يوم 29 شعبان كان الحاكم الفاطمي كان الموكب بتاعه يطلع ويتوجه الى القلعه، والعربات على يمينه وشماله فيها شموع مولعه وفيها فوانيس الناس لابسه موكب خاص مهيب لرؤيه. اول ما يشوفوه كده اقول لك موكب رؤيه، كان اسمه زمان موكب الرؤية. وكانت الرؤية دي كان لها أماكن مخصوصة في القاهرة مثلا على سبيل المثال. نعم. يعني ما كانش في القاهرة بس، كان في قليوب وكان في الجيزة وكان في بيتهيألي بتخصص في جوائز كمان. نعم. لأول من يرى الهلال. نعم. هو نعم. ولكن كان بيبقوا اثنين يعني في العادة، كان عشان يأكد اثنين عشان ده شهادة تأكيد يعني. الرؤية. نعم. وفي بعض الأحيان كان بيقبل شهادة واحد، يعني في بعض الأحيان كان بيقبل شهادة واحد. كان الحاكم كان يروح يتحرى الرؤية والناس حواليه بالفوانيس مولعة. نعم. والشموع أيدة كده في العربات. فإذا ثبتت الرؤية وهم راجعين بقى الآتي يتم. إيه هو اللي يتم؟ الحاكم يبعث منادي للأحياء كلها. نعم. ويعني إذانا بصيام، يقول لهم أن غدا صيام. وفي علامة كمان كان الناس يعرفوها، يعلن بداية شهر الكريم. يعني وفي علامة كمان الناس يعرفوا امتى مواقيت. عارفة زمان ما كانش فيه تلفزيون ولا راديو ولا حاجات من دي. نعم. كان الفانوس ده كان يعلق، طالما ان هو الفانوس ده معلق على المآذن، طول ما هي معلقة على المآذن وعلى البيوت وعلى الأماكن العالية من بعد المغرب، طول ما هي ولعة كده فده معناه الأكل والشرب مباح وكل حاجة مباح. نعم. أول الناس ما تشوف الفوانيس دي تطفق. نزلت معناها ان ده اسم مدفع الامساك عندهم. معناها استعدوا للايه؟ للشهر استعدوا الكريم، استعدوا للصيام بكره. ده يوميا. يعني هو مش يوميا. مش قبل بدايه الشهر بقى، من ليله. جميل. من ليله الرؤيه ديت. نعم. كان يولعوا الفوانيس، معناها ان رمضان بكره. كميقات، مصدر ميقات للعامة كل يوم كل. نعم. ليله. نعم. يعني هم كل ليله، هو اول ليله اذا الفوانيس اتعلقت معناها ان رمضان بكره. نعم. والتن كده مولع لحد الناس ما تتسحر. اذا اول ما يشيلوا القناديل ديت او الفوانيس ديت معناها الامساك، فتره. نعم. الامساك. امساك. نعم. يعني استعداد للصيام. اللي. نعم. عايز يتسحر يتسحر، وبعد كده يسمعوا اذان الفجر ويروحوا يصلوا الفجر. هنا بقى بدات عاده الفوانيس يا دكتور عوض. ولا. نعم. كان بعدها؟ لا، الفوانيس بدات برضه ارتبطت بالعصر الفاطمي. بالعصر الفاطمي. يعني. نعم. يعني دي حاجه غريبه برضه. نعم. والفانوس اولا مرتبط بالرومان. نعم. يعني هو بدايه الفانوس اللي هو بيدوء للناس ده بدايته الدوله الرومانيه. والفانوس اول ما كان بيصنع كان بيصنع من المعدن على طول. وبعدين بداوا يصنعوه من نحاس. ده المراحل بتاعته يعني. نعم. وبعدين تطور الى صاج. ثم تطور في العصر الحديث الى احنا عندنا البلاستيك والمواد المرينه. احنا عندنا نوعين من الفوانيس دلوقتي. نعم. فانوس محلي
اللي انت بتشوفيه اللي هو من المعدن ده الجميل القصدير والمعادن المختلفة. وفي ناس كتير جدا على فكرة لسه ما زالت متمسكة بيه لان هو الاصل المظهر الاساسي لشهر رمضان. ولكن الغزو الخارجي بتاع الفوانيس يعني الصين ما سبتناش حتى في الفوانيس بتاعتها. سبحان الله. يعني دي حاجة غريبة جدا يعني احنا اصلا اخترعنا يعني الفوانيس دي ارتبطت عندنا بشهر رمضان. احنا دلوقتي اصبحنا الفوانيس عندنا نوعين من الفوانيس، فوانيس مستورده بتاعه الصين وبتغني باللغه العربيه وبتغني الاغاني بتاعه شهر رمضان هي نعم. هي اللي احنا بنسمعها اللي طلعنا تربينا عليها. لكن ما زال الفانوس القديم سحر نعم وما زال باقي سبحان نعم. الله في ناس كتيره جدا بتتعلق بيه الى الان حتى في مكان اسمه تحت الرابع في الـ نعم في الـ نعم في الـ ده مصدر تصنيع الفانوس المصري الاصيل. نعم. هو ده المكان بتاعه. نعم. الفانوس ارتبط كيف ارتبط بشهر رمضان الفانوس الحقيقه يعني هو كان الخليفه المعز لدين الله الفاطمي دي كان اقرب الروايات كان معاد وصوله سنه 358 ان هو يصل مصر. نعم. ووصل هو يوم 5 رمضان وبعدين اما وصل يوم 5 رمضان ما كانش فيه كهرباء وصل عن طريق ساحل بولاق اللي هو مرسى بولاق اللي هو ورانا ده. نعم. ده كان مرسى كبير جدا ايامها على فكره. نعم. التاريخ بيقول ان 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 ده كان ميناء كبير جدا اللي هو بولاق ورانا ده. نعم. نعم. ده كان حاجه ميناء كبير جدا وعلى فكره كان منه للبحر الابيض على طول يعني كان. نعم. كان بيمشي مسار المراكب كانت موجوده فيه للنقل. نعم. وكان نعم. طريق تجاري كبير وانا عملت بحث انا يعني كان من ضمن الابحاث اللي انا عملتها ان انا نعم. عملت عن ميناء بولاق قبل كده. نعم. يعني المعز لدين الله جه نزل هنا في المرسى ده فالدنيا الجو ظلام فقام الوالي بتاع القاهره امر الناس ان كل واحد يجيب اللي عنده فانوس يولعه ويطلع يستقبل به الخليفه اللي هو الفاطمي اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. نعم. ولان هذا اليوم كان يوم 5 رمضان ارتبط الناس ارتبط بشهر ايه رمضان. بشهر رمضان وتنوا ماشيين مع الخليفه. نعم. لحد ما وصل موكبه لمكان اقامته. نعم. المكان اقامته اللي هو في حته اسمها النحاسين او حاجه زي كده. ومن يومها ارتبط الفانوس بشهر رمضان. يبقى هي مسافه غير قليله على فكره. نعم. مسافه غير قليله. لا هم يعني رسخت لمبدا الفانوس. نعم. على المسافه يعني الشعب كله شاف الموكب. نعم. وفي نفس الوقت ارتبط بالزمن اللي كان فيه وهو شهر رمضان. ده كان ليه فوائد كمان تاني الفوانيس يعني. نعم. الفانوس كان ليه مكان ان هو مكانه ان هو في الجوامع بيدوق للناس بتصلي التراويح. نعم. وايضا كان زمان كان البنت لما تيجي تطلع او 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 البنات لما كانوا يجوا يطلعوا بالليل كان لازم لو لهم اخ صبي كان الخليفه الفاطمي وبالتحديد الخليفه الحاكم بامر الله كان اصدر مرسوم مره او قانون مره قال ما فيش بنت تطلع في الشارع الا ومعاها اخ معاه فانوس في دي عشان ينير لها الطريق واللي يشوفه يلاقي معاها اخ عشان ما فيش حد يفكر يعرف ان معاها محرم يعرف ان معاها اخ يعني اخ فيقوم ايه يعني ما يفكرش يحترم طريقها وما يتعداش عليها. نعم. وكمان كان الفوانيس لها الوظيفه بتاعه التوقيت اللي حضرتك قلت عليه. نعم. اللي هي من بعد الغروب مباشره. نعم. زي المدفع دلوقتي زي الفانوس يتعلق طول ما هو مولع. كان بيتعلق بقى الفانوس على الاماكن العاليه مرتفع عشان الكل يشوف. نعم. طول الفانوس ما هو متعلق معناها اباحه الاكل والشرب وكل حاجه في رمضان عادي طبيعي. جميل. اول الناس ما تبص كده للفانوس تلاقيه نزل تمسك عن الطعام كل ما لها فانوس كبير عالي ما نعم. موجود. نعم. الناس تبدا تستعد بقى اللي هو اللي احنا بنسميه دلوقتي عندنا مدفع الامساك. مدفع نعم. الامساك مش معناه بدايه الصيام. نعم. الامساك معناها ان احنا بنستعد لبدايه يوم او صيام يوم جديد لان هو بيبقى قبل الفجر بحوالي 40 دقيقه وما شابه ذلك. نعم. الفانوس كان بيقوم بنفس هذا الدور. جميل. حتى لدرجه ان اماكن الاحياء اتفقوا مع بعض كده ودي برضو كانت من العادات الجميله اللي حضرتك بتقول عليها في رمضان كان يجوا ومتهيألي لسه موجوده في الاماكن الشعبيه. نعم. يجوا قبل رمضان بيومين ثلاثة أو خمس ست أيام كده يبدأوا يلموا من كل واحد من كل بيت مبلغ. مبلغ يعني زهيد. نعم. المبلغ ده كان زمان كان يجيبوا به مجموعة من الفوانيس ويولعوها في الشارع ويقوموا بتنظيف الشوارع ودي كانت حاجة برضو جميلة جدا إن هم كانوا ينظفوا الشوارع والفوانيس مضاءة
وكان كل واحد بيفرض عليه قدر من المال المساهمة. دلوقتي بيعملوها في موجودة في الأماكن الشعبية إلى الآن يعني. وربنا سهل الفانوس إنه موجود الفانوس وبتدي الأصل وبتدي مظهر جميل وبتعمق زي ما قلنا المظاهر دي. بعض الناس بيعتبروها نوع من البدع، لكن الحقيقة يمكن ده يعني رؤية شخصية ليا، أنا شايفة أنها بتعمق لروحانيات الشهر الكريم، وبتأكد على أن الشهر ده لخصوصيته. هي مش هدف في حد ذاته، إنما هي وسيلة لتنبيه الجميع إن الشهر الكريم قرب وجه، استعد روحانيا مش بس مظهريا للشهر الكريم. تفضل، أنا أسفل المقاطعة، حضرتك كنت هتقول لنا حاجة. هو بنزلة البدعة بس، لأن فيه طيار كده بيحاول إن هو يبين لنا إن إحنا عايشين في بدع، أي حاجة بنعملها بدعة. البدعة لا تكون إلا في العبادة فقط. حاجة زي ده في العبادة. ولو كانت بدعة سيئة كمان. إنما هنخش، عشان كده سيدنا النبي قال كل محدثة بدعة، ما قالش كل محدث. لأن المحدث ده الاختراعات والحاجات اللي احنا بنستعين بها على حياتنا. حكاية إن هو البدع ديت، الناس اللي عمال تكلم في البدع يعني اسأليهم، هل هما بيشربوا الياميش بتاع رمضان؟ في حد ما بيشربش الياميش بتاع رمضان ولا كله بيشرب؟ حتى المشايخ اللي بيقولوا على البدع مش بيشربوا؟ طبعا. لو احنا خاطبناهم بعقولهم ان كل حاجة كده بدعة، تم الياميش ده هيبقى بدعة. قولي لي ليه؟ مظهر من مظاهر رمضان، لان هو مرتبط بشهر رمضان. ما هو مرتبط بشهر رمضان اهو. جميل. لو احنا جرينا على الكلام اللي هما بيقولوه، طب ما هو يبقى بالرغم انه موجود طول السنة لكن محبب ويكثر استعماله وتناوله في شهر رمضان. الناس بتجيبه في رمضان، في شهر رمضان. فهو حكاية التنطع في الدين او حكاية التطرف الفكري ده بصراحة هيضيق علينا الدنيا، ومشكلة كبيرة جدا، والإسلام مش كده. جميل. دكتور عوض سعد محمود، المدرس بقسم التاريخ والحضارة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، هستأذن حضرتك في فاصل قصير لنعود لاستكمال الحوار عن روحانيات وعادات وتقاليد شهر رمضان في المراحل المختلفة. إن شاء الله. مولاي إن ببابك قد طرقنا، نريد الروحانيات قبل المظاهر،
في الشهر الكريم، ونرجو أن تكون روحانيتنا ومحاولة تقربنا لله عز وجل مقبولة بمشيئة الله قبل وبعد الشهر الكريم إن شاء الله. دكتور عوض سعد محمود، المدرس بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، تحدثنا عن شهر رمضان خلال العصر الفاطمي، وما زال هناك القليل لنذكره عن العصر الفاطمي، لأن حضرتك ذكرت أنهم كانت مظاهرهم الخاصة بالعادات والتقاليد والاحتفاء بالشهر الكريم كثيرة ومتعددة، يعني موثقة وموجودة إلى الآن. نعم. ومحببة جدا للشعب، ومحاولتهم للتأثير روحانيا ودينيا وعقائديا على الشعب المصري الحمد لله لم تجد طريقها للنجاح. هم على الرغم ان هم حاولوا ان هم يلبسوا العقيدة بتاعتهم مظاهر رمضانية لم ينجح، الا انها لم تنطلع على الشعب المصري. جميل. لدرجة ان هم انشأوا اكاديمية، او يعني الجامع الازهر اساسا انشئ لنشر المذهب الشيعي. وعلى فكرة افتتحه في رمضان، يعني افتتاح المسجد الأزهر كان في رمضان على أساس أنه يعمل بهجة عند المصريين، ومعناها أن الأكاديمية ديت يعني جت في رمضان هيت عشان لنشر المذهب الشيعي، وعملوا أكاديمية تانية كمان اسمها دار الحكمة برضو كانوا بيدرسوا فيها حاجات مخصوصة، الا ان الاثر بتاعهم يعني ما يعني في القاهره، هم ضغطوا في القاهره اكتر، ولكن في اسكندريه وفي الاطراف ظل الناس على المذهب السني زي ما هو الحمد لله. ولكن معظم العادات والتقاليد اللي منقول علينا واللي موجود، حتى الاطفال لما بيطلعوا بالفوانيس في الشوارع ويروحوا ياخدوا فلوس من الناس وحاجات زي كده، دي كانت موجوده من الفاطميين. جميل. هم كانوا بيطلعوا حتى كده يعني يقولوا العيال يقولوا وحو يا وحو وحاجات زي كده. دي كانوا بيستجدوا او بيستعطفوا بها الكبار السن، وكانوا فعلا كانوا بيلفوا بياخدوا فلوس من الاهل، وهي منتشره كمان على فكره في الدول العربيه. أيوة. الجرجعان يعني الحقيقه المظاهر دي مسمياتها مختلفه في الدول العربيه. أيوة. ولكن المظهر واحد تقريبا. لا هي تقريبا نفس المظهر. الروحانيات تقريبا مشترك فيها كل الدول طبعاً العربيه طبعاً. لان طبعا الروحانيات بتاعت رمضان الصدقه وتهذيب النفس وصلاه التراويح وصلاه القيام وصلاة الفجر، كل الحاجات دي مشتركة فيها الدول العربية والإسلامية كمان. يعني احنا عندنا 57 دولة إسلامية الحمد لله، بس هو اللي بيقلينا شوية موضوع ان احيانا احنا مجموعة من الدول بتصوم قبل الدول التانية. ودايما احنا بنطالب بتوحيد الرؤية، هي يعني حوار دائم ومتجدد سنويا. ورغم وجود الحوار ده ووجود بعض الحقيقة يعني جدل لكن يعني الحقيقة ان الاساليب الحديثة في الفقهاء القدامى برضو اختلفوا في الحتة دي. هي يعني مشكلة يعني هي موجودة حتى من ايام الفقهاء الاربعة المعتمدين. تتجدد في بداية الشهر في بدايته، وتتجدد ايضا في بداية عيد الفطر المبارك. على من سيقيم مظاهر العيد ومن صدقة الفطر برضو سبحان يعني الله، تطلع نخرجها فلوس او نخرجها ولا خلاها في الاخر، دي حته الصدقه دايما مسار الحديث والحوار الاثنين دول دايما بيبقوا مسار يعني بيعملوا احيانا مشاكل كمان في المساجد. الخلاف ده يتقالي فيه رحمه شويه، لان الى حد ما حتى لو واحد فاتوا الميعاد او ما فاتوش الميعاد الباب مفتوح قدامه ان يلحق يعمل الصدقه او ميعاد التصدق بعيد الفطر، صدقه عيد الفطر، ويعني اختلاف الاماكن. صدقه رمضان يعني او زكاه الفطر، الفطر يعني زكاه الفطر هي واجبه. نعم. يعني او فرض عند الائمه الثلاثه، وهو يعني هي فرض من الفروض فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكر لها في القران الكريم، ولكن الرسول ورد حديث صحيح عن عبد الله بن عمر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثلاث انواع او خمس انواع من الانواع اللي هي بيخرج منها زكاه هي المشكله في ايه؟ هل هي اذا اخرجت انا فلوس هل يجزئ ولا لازم اخرجه من الانواع اللي الرسول قالها؟ هنا بقى الخلاف بيقع، كل مجموعه من المتشنجين بيتمسكوا بنص الحديث اللي انا بسموهم دايما النصوصيين، او ان هم الناس اللي هم اللي عندهم تطرف فكري يرفضوا البدائل، اللي هم يقول لك لا هو قال كده يبقى كده. طب ما هي جايز يكون في حكمه ان الرسول اللي عملها كده، النص اتقال فيه ايه؟ يعني فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر اللي هو يعني دقيق او بيسموه دقيق دلوقتي، او صاعا من تمر او زبيب.
نعم. وفي بعض روايات من الحديث الأخرى زودت نوعين كمان فأصبحوا خمس نعم. خمس أنواع نعم. وفي بعض الفقهاء قالوا كل حاجة بيأكل منها الناس في يجاز يعني يجاز التصدق بها زكاة رمضان. المشكلة مش في كده, المشكلة الصح طبعا حوالي 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص في دلوقتي يعني نعم. المشكلة هل أنا ممكن أنا عليا 2 كيلو وربع قمح طلعهم أو دقيق هل ممكن أقيمهم بفلوس وأخرجهم؟ هي دي القضية اللي مشكلة بتقابلنا في المساجد وبتضحك الناس علينا يعني حاجة يعني بصراحة احيانا بنشوف ناس يعني انا مره شفت واحد بيقول لي امام مسجد بيقول لي يا شيخ فلان واحنا اتعاملت تقول لنا احنا هنطلع زكاه الفطر شويه طبيخ من اللي احنا بنطبخه دلوقتي الناس يعني احنا عندنا دار الافتاء والازهر بجلاله قدره الناس قالوا القيمه تجزئ نعم فما فيش داعي ان احنا نقعد نتشنج ونقول ده ناس ما بيفهموش وناس لا طب ما تشوف الرسول عملها ليه من الاكل او من الطعام نعم هل كان في حكمه ان الرسول يحدد أكيد. في حكمه يعني أكيد. انا ممكن تسمح لي اقول واحده اتفضلي بس اتفضلي لا ولو قلناها كلها يعني احنا نعم. نفرد للمواضيع التي تثير الجدل بلا داعي عايزين الناس تهدى نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وكان يعني بيبص يعني نظرته اللي قدام نعم خليكي معايا اتفضلي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد كل واحد صاع نعم يعني تقريبا 2 كيلو وربع نعم. اللي يزود يزود نعم الاثنين كيلو ربع معروفين المكيال بتاعهم اسمه صاع اللي هم ثلاث كبش او مد من مدد النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قيمناهم حوالي 2 كيلو ربع او 2 كيلو ونص او 3 الا ربع كده يعني نعم المكيال ده بيتم احنا موجود الى يوم القيامه نعم ولا المكيال بيتغير المكيال ثابت ثابت نعم متفقين نعم تعالي بقى للعمله للفلوس يعني العمله متغيره القيمه القيمه بتاعتها بتتغير ولا لا لا نعم متغيره هي دي حكمه الرسول من ان هو ركز على ان زكاه الفطر تطلع بالمكيال نعم ليه لان هو تخيلي ان سيدنا النبي لو كان قال مثلا احنا كان في زمان حاجه اسمها قرش مش عارف انت حضرتيه ولا ايه المهم انا كنت انا لحقت شويه موضوع القرش والقرشين نعم. الحاجات اللي زي كده نعم خليها شيلن خليها باريز خليها نعم. ربع جنيه نعم هل لو سيدنا النبي كان قال كل واحد عليه ربع جنيه زكاة فطر من أيام الرسول من 1400 سنة كانت انعدمت القيمة تماما هل القيمة بتاعته لها كانت انعدمت القيمة إلى أن وصلنا إلى الآن كانت حكمة كبيرة جدا السفر. أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد القيمة بالطعام نعم ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يمنع استخراج أو إخراج بديل زكاة عنه. الفطر أموال نعم ما فيش خالص اي حديث بيقول ان اللي مش هيطلع طعام لا يجزي ابدا ما فيش حديث منع كده ابدا نعم. واللي عنده حديث يبقى يجي يقول اللي عنده دليل يجي يقول نعم. فموضوع التشنج والكلام ده هو ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عملها بالمكيال عشان المكيال ثابت نعم وده ليه فايدة للفقراء والمساكين نعم. العملة الاموال متغيره العمله بالقيمه بتاعتها بتتغير نعم. بتنعدم هو المليم ليه قيمه دلوقتي ملوش قيمه ولا ليه وجود نعم. فدي كانت حكمه كبيره جدا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه دي واحده بس من الحاجات نعم. وانا قرات كمان ان الرسول حدد الحاجات دي بالذات شوفوا بقى حكم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حدد الانواع الثلاثه دهمت بالذات البر والزبيب والتمر بيقول لك ان كان في ناس رجال اعمال في مكه زمان او في المدينه نعم بيقول لك كان يجي مثلا يجيبوا قافله تجاريه 60 جمل قافله تجاريه نعم يجيبوا الحاجات اللي هي القيمه ديت كان الناس اللي هم التجار اللي هم اقل منهم يطلعوا جري يروحوا خاطفين الايه الحاجات ديت ويحطوها في المحلات بتاعتهم ويبيعوها باسعار عاليه مين اللي هينضر في الموضوع ده الفقراء نعم. عشان كده الرسول حكم او اجبر الجماعه الاغنياء ان هم يطلعوا من الانواع اللي هي العزيزه عليهم ديت اللي هي اللي بيتهافت عليها الناس دي جميل. دي واحده برضه من الوحيد اللي هي بتاعت الله فاحنا مش عايزين موضوع التشنج ده ما فيش في الاسلام تشنج خالص او فيه حاجه اسمها ان انا اخد بالنص كده ما ينفعش جميل تكلمنا عن العصر الفاطمي وجاء بعده عصور اخرى تنوعت فيها مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان الكريم مع الثبات على الروحانيات والالتزام الديني بالفروض الخاصة بشهر رمضان
زي ما ذكرت حضرتك الزكاة والصلاة وغيرها والصدقة. ماذا عن العصور اللاحقة للعصر الفاطمي؟ هو جه بعد الفاطميين في مصر هنا حاجة اسمها الأيوبيين. نعم. والأيوبيين كانوا مشغولين قوي بمجاهدة الصليبيين. يعني هو كان كل الشغل الشاغل بتاع الأيوبيين أو صلاح الدين الأيوبي يعني في مصر هنا إن هو التأثير اللي تركه الجماعة الشيعة الفاطميين في مصر. نعم. اللي هو المذهب العقيدة الشيعية. نعم. يحاول إن هو يعني إيه يغيرها بس مش بالإجبار. يعني عوض مثلا يعتنق الفكر الشيعي، هو سني بس عنده أفكار شيعية، يقوم صلاح الدين الأيوبي يعمل حاجة جميلة جدا، أنشأ مدارس لمناهضة الفكر الشيعي اللي كان انتشر خلاص مواجهته. وعلى فكرة الانتشار ده كان موجود في القاهرة فقط. نعم. عشان الناس برضه ما تقولش إن مصر كلها، لا يعني انتشار التشيع كان في مصر في القاهرة بالذات كان الناس تأثروا شوية. نعم. فصلاح الدين عمل مدارس سنية بحيث يواجه ما 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 واجهش الفكر بالضرب. نعم. الفكر بالايه؟ بالفكر. الفكر بالفكر. نعم. ودي ميزه الناس بتوع زمان. المماليك حاول ان هم يعيدوا تاني موضوع التقاليد اللي هي خاصه بشهر رمضان، وعشان هم كانوا ناس بيجاهدوا الصليبيين في البر والبحر برضه، وكانوا بيحاولوا يرجعوا ما اغتصبوه الصليبيون. نعم. ما اغتصبوه من الارض الاسلاميه، فكانوا بيتركوا الرؤيه لقاضي القضاء. كان في زمان حاجة اسمها قاضي القضاء. نعم. قاضي القضاء ده يعني هو اللي له حق في اختيار القضاء وتعيينه، لأن منصب قاضي القضاء أعلى منصب في القضاء. نعم. وهو هو اللي بيرشح أو هو اللي بيعين القضاء اللي تحت منه، فهو كان اللي بيقوم بالتحري الرؤية اللي هو قاضي القضاء. وأيام المماليك في مصر هنا كانت مصر والشام كانوا يعتبروا دولة واحدة أو وحدة سياسية يعني. نعم. فكان الرؤية إذا ثبتت في بلاد الشام تثبت في مصر أو العكس وكده يعني. نعم. إنما هو في الغالب كان المملوك الحاكم المملوكي ما كانش هو اللي بيتحرى الرؤية زي الفاطميين في الغالب يعني. كان بيتركها لقاضي القضاء. قاضي القضاء كان ياخد معاه القضاء والشهود والعربات تمشي برضه في موكب أيضا موكب كده. نعم. ويروحوا على القلعة، كان في أماكن مخصوصة إن هم بيشاهدوا منها هلال شهر رمضان. أو جامع اسمه جامع المنصور قلاوون، دي كان في حتة اسمها النحاسين في منطقة. نعم. الأزهر والحسين. نعم. وكانوا بيتحروا من المآذن ومن البيوت العالية. وأي حتة عالية كانوا بيتحروا منه الرؤية، وكان يطلع القاضي القضاء ومحتسب القاهرة. المحتسب اللي هو كان في زمان وظيفة اسمها الحزبة. الحزبة ديت يعني اللي هم بيراقب الأسواق، بيراقب الاخلاق في الشوارع، لو في منظر مخيف او حاجه. نعم. ده كان منصب كده اسمه منصب وزير الحزبه حاجه زي كده، او المحتسب كانوا بيسموه زمان المحتسب. نعم. كان ياخد القاضي القضاء والمحتسب، وكان بالموكب اللي احنا قلنا عليه ايام الفاطميين برضو والشموع والفوانيس يطلعوا يتحروا الرؤيه. اذا ثبتت رؤيه أو هلال شهر رمضان كان يجي برضو الفوانيس تعلق، معناها إن بكرة إن غدا هو عليكم صيام. إن هم يتناولوا طعام السحور عشان في بكرة صيام. جميل. إذا كل واحد رجع في بيته والفوانيس ما كانش فيه فوانيس اتعلقت، معناها إن بكرة مش لم تثبت الرؤية تكملة لشهر شعبان. وكان كلتا الحالتين لو في صيام كان بيدور منادي في الشوارع وكان يعلن للناس أن غدا صيام. هذا بالإضافة إن كان بيبقى فيه اتصالات ما بين أطراف مصر. تبص لاي واحد يروح يبلغ الوجه البحري، واحد يروح يبلغ الوجه القبلي وهكذا. وكان أحيانا الرسالة ما كانتش تصل غير تاني يوم لو ما ثبتش عندهم. أحيانا تبص لاي كان القاهرة تكون فترة، إنما مثلا بالبيس أو الشرقية يكونوا عندهم صيام النهاردة. كان بيحصل يعني. نعم. في بعض طبعا. إن ما كانش في سرعة توصيل الخبر زي دلوقتي. إن شاء الله دلوقتي. دكتور عوض سعد محمود، حضرتك اتكلمت عن محاولة الأيوبيين والمماليك مجابهة الفكر الشيعي بالفكر السني. نعم. لكن هل يا ترى تطرقوا للمظاهر والتقاليد اللي
ما اتفردتش بقدر ما تم امتصاصها بمنتهى الحب من الشعب المصري من عادات وتقاليد خاصة بشهر رمضان؟ كان في مجابهة ليها ولا استمرت بصورة سلسة؟ لا موجود. هي هقول لحضرتك زي يعني الموكب ما شاء الله كان مستمر. معظم الحاجات اللي هي خاصة اللي ارتبطت بشهر هذا الشهر الكريم انتقلت من عصر العصر. هو ظهر بس من 200 سنة كده طيار اللي هو بيطلق عليه الطيار الوهابي اللي هو يعني فكره شوية بياخد بظاهر النصوص، فكره عنده تطرف فكري، ما عندهمش تفاهم شوية، في تبص لقيهم هو كده طالما هو قال لا يقبل بالرأي الآخر، ما فيش حاجة اسمه عندهم تأويل، ما بيأولوش يعني ما بياخدوش بروح النص أو بيأولوا النص. دي بتسببهم في مشاكل كبيرة جدا، وللأسف الطيار ده انتشر تقريبا في كل الدول العربية ومنها مصر. انتصر بشكل كبير جدا ولهم قنوات منتشرة جدا على النايل سات وكده يعني، و24 ساعة بيقولوا الأفكار بتاعتهم. مقترن بالفكر السلفي مقترن بالفكر السلفي دكتور عوض ولا بيختلفوا معهم كثيرا أو قليلا؟ هم عايزين يسرقوا. أولا كلمة سلفي مش معناها الناس دي. السلفي هو كل من جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا المعنى اللي فهمه. الناس لازم تعرف كده. لازم الناس تعرف من هو السلف. مش السلف ان انا اعمل دقن نص متر والبس بتاع غطرة اللي هم بيعملوا. كلنا سلفيون. كل من جاء بعد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام واتبع سنته. سلف. طالما ان هو مشي على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاه والسلام. انما ان انا اعمل لنفسي منهج خاص واسرق اللفظ ده واحطه لنفسي معناها ان انا سلفي. والتانيين ولاد ايه؟ او التانيين ناس متسيبين او ناس مش عارف وانا اللي صح وهم اللي خطا. كل ده طبعا يعني انا مره سالت يواجه بالفكر ايضا ان شاء الله يا دكتور عوض. بالفكر ده وده نقطه مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها عنف. جميل. الاسلام دايما بيعتمد على الفكر. حتى صلاح الدين الايوبي لما جه يعني يحد من الفكر الشيعي اللي انتشر في القاهره انشا مدارس. ما راحش مسك واحد من بيته وقال له انت لا انت لازم تعمل كذا وضربه. لا الرسول صلى الله عليه وسلم مش ساب الاصنام كام سنه؟ 13 و8 21 سنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الاصنام كانت موجوده حوالين الكعبه. ما راحش مره واحده كده وراح مفجرها. لا هي بتيجي الموضوع ما بيجيش كان يخاطب العقل والقلب والمنطق في كل انسان. الحاجات العقديه بالذات الحاجات لازم تكون بالفكر. مفيش حاجه اسمها ان انا اجبر واحد على نظام معين انا امشي بيه. الاسلام هو بيقول كده لازم يكون وجادلهم بالتي هي احسن. جدال بالتي هي احسن. هل ينسلخ كلامنا ليطبق على العصر العثماني بنفس حذافيره ولا كان في اختلاف؟ هم العثمانيين برضو كانوا مسلمين. برضو عشان الامانه يعني. وانا بس عايز المح لان انا حضرت مؤتمرات الحياه يعني ده كان ليهم دور كبير جدا في نشر الاسلام يا دكتور عوض. حضرتك يعني بتقولي كده. المشكله ان انا حضرت مؤتمرات. لا ازاي ده فتوحاتهم كانت تصبغ بالصبغه الاسلاميه وده حتى لو ما كان حتى لو كان الجوهر غير كده يكفي ان هم صبغوا اسمهم بالجانب الاسلامي وده كان في مواجهه الغزو الصليبي لفتره طويله. يعني بالعكس يعني في حد فاهم غير كده؟ والله والله العظيم انا حضرت مؤتمرات وقعدت مع اساتذه كبار ما زالوا الى الان بيطلقوا عليهم ان هم غزاة. وان هم جم غزو مصر. وان فتره الاحتلال العثماني لمصر كانت فتره ظلاميه. ينظرون للسلبيات ينظرون للجزء الفارغ من الكون. حتى ده لم يثبت ان هم فرضوا عصر ظلامي على مصر. ده كلام كتب وكلام ناس كان لها اهواء معينه لكل راي. يعني انا عايز اعرف دلوقتي طيب اما كانوا بيقولوا ان مصر تخلفت ايام العثمانيين. طب انا عايزهم بس ينظروا الى الازهر والحلقات بتاعه الازهر العلميه يشوفوا كان الحركه العلميه في الازهر كانت ماشيه ازاي. منح الدراسيه للخارج. يعني انا عايز اعرف تاسيس الجيش. يعني تخيلي ان ايام العثمانيين كان العلوم كلها بتدرس في الازهر حتى العلوم التطبيقيه اللي هي العلوم اللي هي الفلك والحاجات اللي زي كده. تعرفوا ان العثمانيين الناس بيقول لك ده عامل عزله على مصر. ابدا. العثمانيين عقدوا معاهدات مع الدول الاوروبيه حاجه اسمها عقد امتياز للتجار والعلماء ومش عارف ايه يخشوا مصر او اي ولايه عثمانيه يخشوها كده براحتهم ويتاجروا براحتهم. ما كانش في يعني انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذه عزه. اتفضلي. فين الدوله الاسلاميه او الحقبه الاسلاميه اللي كانت بتهتم بنشر الاسلام في الداخل والخارج
ونشر اللغة العربية اعرف ان هي تم تشويه تاريخها عن عمد. الموضوع ده يتطبق على دولتين حقب إسلامية، نعم، الدولة الأموية والدولة العثمانية. العثمانيين لما دخلوا مصر سنة 1517 هم تقريبا نفس العادات والتقاليد، بس هم طوروا العادات اللي هي مرتبطة برمضان شوية. هو موكب الرؤية تقريبا كان هو واحد، نفس الطريقة برضو كان يطلع يتحرر الرؤية، ولكن هم كان إذا ثبت رؤية هلال رمضان كان الموضوع بقى اتطور شوية، يجوا في ميدان التحرير ويطلقوا صواريخ لمدة ساعة. صواريخ، صواريخ من اللي هي اللي بتبين ديت، بحيث أول الناس ما يعرفوا الصواريخ طالعة من ميدان التحرير اللي يبقى علشان الخبر ينشر أسرع ويبلغ والأكبر مساحة ممكنة. أكبر مساحة ممكنة، أول الناس ما تشوف الصواريخ بتطلع من ميدان التحرير ولمدة ساعة، معناها إن بكرة مظهر جميل، صيام جميل. ده حاجة كمان، ده عملوا كانوا بيعملوا 12 فرقة موسيقية ودي كانت حاجة غريبة يعني، غير طوروا شوية، ده اللي في اتجاهات مختلفة بقى لمناطق مختلفة. 12 فرقة موسيقية موزعة على القاهرة المحروسة كلها، بحيث إن هو فرقة تروح هنا فرقة تروح هنا بأناشيد معينة ويبلغوا الناس إن معناها إن في بكرة الشهر الكريم هيبدأ. جميل. بكرة جميل، ده كان مظاهر جميلة ومظاهر محببة لينا جميعا كمصريين، وليها خصوصية خاصة عندنا. نعم. بيحسدنا عليها سكان المنطقة العربية كلها. نعم. وممكن بيجوا يحتفوا بالشهر الكريم عشان يحتفلوا معانا بنفس المظاهر والتقاليد والعادات الجميلة. نعم. لكن هنفكر مشاهدينا ان احنا هنبدأ شهر رمضان الكريم، هنعلق الزينة وهنعلق الفانوس، ولكن ما ننساش نبدأها بالاستغفار والتوبة. نعم. ونقرنها بقراءة القرآن. نعم. ونجملها بصلاة التراويح، لأنها أجمل شيء يمكن أن يؤديه الإنسان في شهر رمضان. ونبدأها وننهيها بالصدقة، أقلها أو كثيرها، ونطلع مليان حصالة بقى. نعم، حصالة رمضان عايزين نملى حصالتنا اللي حطها لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. جميل. نعم. الأستاذ الدكتور عوض سعد محمود، المدرس بقسم التاريخ والحضارة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. تاريخ جميل. نعم. حضرتك تفضلت بإيضاحه لينا، ونشكرك على المعلومات الجميلة اللي وضحتها للقليل من الشعب اللي ممكن يعتبر بعض المظاهر الجميلة شهر رمضان بدعة. لا، هي مش بدعة، هي تقليد وعادة جميلة ترسخ لأهمية الشهر الكريم في نفوسنا وقلوبنا. أشكر لحضرتك هذا اللقاء. شكرا. كل شهر وحضرتك، كل شهر رمضان وكل عام وحضرتك بألف صحة وسلامة. الشعب المصري كله بخير وسعادة إن شاء الله. يا رب. مشاهدينا الكرام، كنا معا وشباب وآراء، شكرا لكم وإلى لقاء آخر بإذن الله. مولاي سبحانك عفوك وغفرانك، من نفسي احميني وانت تنجيني. انا بين ايديري كرمك ملوش اخر، يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر. أنا بين إيديك يا كريم كرمك ملوش آخر، يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر. مولاي سبحانك، مولاي سبحانك. يا رازق الطير في السماء حكمك، يا خالق الخير في النفوس رحمة، يا رازق الطير.
يا خالق الخير في النفوس رح بإيماني قويني وتحالي ارضيني أنا بين إيديك يا كريم كرمك ملوش آخر يا خالق الكون بالحساب والكل شيء